في كل احتجاجات هناك جرحى كنتيجة حتمية لإطلاق الرصاص العشوائي والغاز المسيل للدموع ومحاولات فض الاعتصامات. هؤلاء الضحايا السلميين بحاجة لإسعافات أولية لحين وصولهم إلى المستشفيات، ومن هنا جاءت فكرة المستشفى الميداني، حيث تبرع أصحاب المحال والمكاتب القريبة من ساحة التحرير بأمكنتهم، أما الطواقم الطبية فقد جاءت من كل حدب وصوب لإسعاف الجرحى. نتيجة اختناق كلش حالات قوية، المريض يعني دا يجي كلش مختنق إلى أبعد الحدود، ودا يجي شلون احنا نقول متنرفز يعني حتى ما مسيطر على أعصابه. هاي يعني ما كانت تجي هاي الحالات قبل كان يجي بس مختنق. ودا تجي الشظايا بالنسبة للصوتية، دا ينضربون صوتية، يقولون الشظايا من الصوتية حسب أقوال المتظاهرين يعني. فدا تجينا دا نعالجها هنا همينا، انه نشيل الشظايا، نخيط اللي نقدر نخيطه، ولما نقدر عليه كاسعاف اولي نبادر بيه ونحوله للمستشفى. اجتمعنا كلنا، المجموعه الطبيه لبسنا لاكوس والمجاميع الباقيه بس اعلام، وطلعنا من ساحه الواثق اللي هي باوروك، جريناها ساحه الطيران كلها مشي، وهسه ساحه التحرير. احنا ساحه التحرير اكو مفارزه هوايه يعني، واحنا شاركنا هاي مفرزتنا نساعد يعني المتظاهرين. المتطوعون من الاطباء قالوا إن المستشفى الميداني يستقبل الجرحى ويجري العمليات الصغرى، أما الإصابات الخطرة فتنقل بواسطة التوك توك إلى المستشفيات القريبة. طوعنا مجموعة، بالبداية رحنا على المفارز، كان بس رمادات وهي، يعني تعرف يعني كجراحة أحتاج مكان أشتغل به كعمليات صغرى، أنا بدي يستفيدون الناس نخفف اللود اللي صاير على المستشفيات. فأول ما جينا كان مكان شوية كلش واسع، بعدين انتقلنا لهذا المكان، عندنا صالة عمليات خاصة كاملة بس عمليات صغرى نجري بها تنظيف الجروح، إسعافات الأولية، خياطة الجروح البسيطة، نظمنا الأمور يعني. المرضى اللي نستقبلهم برا حالات الاختناق، أكسجين، فنتولين، حالات قياس الضغط صايرة هنا، قلت لك العمليات جوا، الأدوية هنا طبعا كلها تبرعات. مديرية الدفاع المدني افتتحت أيضا بساحة التحرير مركز للإنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب المطعم التركي أو ما يطلق عليه المتظاهرون جبل أحد. مطلعون على الشأن قالوا إن جميع طلاب كليات الطب شاركوا بإسعاف جرحى الانتفاضة، وتوزعت خيامهم الطبية الثابتة والمتنقلة في كل الأمكنة حتى حديقة الأمة الملاصقة لنصب الحرية. أما الأدوية والمواد الطبية الأخرى فيتم أما شراؤها من الصيدليات على نفقتهم الخاصة أو تبرعات من مذاخر وصيدليات. كل هذه الأعمال التطوعية جاءت من أجل العراق وأبنائه.